السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارجع في النهاردة هنتكلم عن موضوع مدينة الإسكندرية Alexandria City. نبدأ بالبارجراف بتاعنا. Egypt is مصر هي a wonderful country دولة مذهلة. بدأنا البارجراف بتاعنا بجملة وبنقول أن مصر دولة مذهلة. Egypt هي دولة مصر. Wonderful يعني مذهل. Country يعني دولة. وصفت الدولة أن هي مذهلة. We have many beautiful places. لدينا الكثير من الأماكن الجميلة. We يعني نحن. Have نملك أو لدينا. Many الكثير أو العديد. Beautiful يعني جميل. Places أماكن. جمع كلمة place مكان واحد. My favorite place is. مكاني المفضل هو Alexandria City. مدينة الإسكندرية. يبقى بقول هنا أن مكان المفضل هو مدينة الإسكندرية. Favorite قلنا يعني مفضل. Place يعني مكان. My favorite place يعني مكاني المفضل. Is يعني هو. Alexandria يعني مدينة الإسكندرية. Alexandria is calm and nice. الإسكندرية هي مكان هادئ ورائع. Calm يعني هادئ. Nice بمعنى رائع. All people جميع الناس love to visit Alexandria. يحبون زيارة الإسكندرية. يبقى بقول هنا أن جميع الناس يحبون زيارة الإسكندرية. All بمعنى جميع. People الناس love يحبون to أن visit يزوروا Alexandria هي مدينة الإسكندرية. My family always travels. عائلتي دائما تسافر to Alexandria on weekends. إلى الإسكندرية في الإجازات. يبقى بقول هنا أن عائلتي دائما تسافر إلى الإسكندرية في الإجازات. My family يعني عائلتي. Always يعني دائما. Travels تسافر to إلى Alexandria قلنا مدينة الإسكندرية. Weekends يعني الإجازات. We spend at least نحن نقضي على الأقل one week there أسبوع هناك. يبقى بقول هنا أننا نقضي على الأقل أسبوع هناك. We يعني نحن ضمير بيعود علي أنا وعائلتي عشان مش كل شوية هكتب me and my family فكتبنا we. Spend يعني نقضي. At least معناها على الأقل. One رقم واحد. Week يعني أسبوع. There هناك. We go to the sea نحن نذهب إلى البحر and swim there ونسبح هناك. يبقى بقول هنا أننا نذهب إلى البحر ونسبح هناك. We يعني نحن. Go نذهب. To إلى. See البحر. Swim نسبح. There قلنا يعني هناك. We also love to eat نحن أيضا نحب أن نأكل. Our meals at the beach وجباتنا على الشاطئ. يبقى بقول هنا أننا نحب أن نأكل وجباتنا على الشاطئ. We يعني نحن. Also أيضا love نحب. Eat نأكل. Meals يعني وجبات اللي هي الفطار والغدا والعشاء. Breakfast lunch dinner. Beach الشاطئ. We enjoy there so much نحن نستمتع هناك كثيرا. We يعني نحن. Enjoy نستمتع. There هناك so much كثيرا. The weather there is الجو هناك هو nice and cold رائع وبارد. يبقى بصف هناك الجو بقول ان هو رائع وبارد. Weather يعني الجو. There معناها هناك. Is يعني هو. Nice يعني رائع. Cold يعني بارد. If you love the winter إذا كنت تحب فصل الشتاء I advise you to visit Alexandria in winter أنا أنصحك بزيارة الإسكندرية في فصل الشتاء. يبقى بقول هنا إذا كنت من محبين فصل الشتاء أنصحك بزيارة الإسكندرية في فصل الشتاء. If معناها إذا. You أنت. Love تحب. Winter فصل الشتاء. I يعني أنا. Advise أنصح. Advise you أنصحك أنت. To أن. Visit تزور. Alexandria قلنا المدينة الإسكندرية. In في. Winter فصل الشتاء. People there are kind. الناس هناك لطيفين and lovely ومحبوبين. يبقى بصف الناس في مدينة الإسكندرية وبقول إن هم لطيفين ومحبوبين. People يعني ناس. There قلنا يعني هناك. Kind يعني لطيف. Lovely محبوب. If you need anything إذا كنت تحتاج أي شيء they will help you
سوف يساعدونك. يبقى بقول هنا إذا كنت تحتاج أي شيء الناس سوف يساعدونك. if يعني إذا، you أنت، need تحتاج، anything أي شيء، they ضمير معناها هم بيعود على the people إن أنا ذكرتهم في الجملة اللي قبلها، will يعني سوف، help يساعدون، help you يساعدونك أنت. Alexandria is my favorite place. الإسكندرية هي مكاني المفضل. انهينا الباراجراف بتاعنا بجملة وبنقول أن مدينة الإسكندرية هي مكاني المفضل. دلوقتي هنقرأ الباراجراف بتاعنا بسرعة ومن غير ترجمة عشان نحسن من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية. Egypt is a wonderful country. We have many beautiful places. My favorite place is Alexandria City. Alexandria is calm and nice. All people love to visit Alexandria. My family always travels to Alexandria on weekends. We spend at least 1 week there. We go to the sea and swim there. We also love to eat our meals at the beach. We enjoy there so much. The weather there is nice and cold. If you love the winter, I advise you to visit Alexandria in winter. People there are kind and lovely. If you need anything, they will help you. Alexandria is my favorite place. بس كده انتهى الباراجراف بتاعنا عن موضوع مدينة الإسكندرية Alexandria City. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.